طبعا زي ما انتم شايفين في مكة المكرمة وبالتحديد في أوقاف الشريف غالب. اللي ما بيعرف أوقاف الشريف غالب يحضر الجزء الأول عندي أو ينتظر الجزء الثاني بس ينزل عن أوقاف الشريف غالب. أوقاف الشريف غالب هي أرض شاسعة قريب حي النسيم في مكة المكرمة، فيها قلعة قديمة، فيها بيوت حجرية قديمة، ممكن ينزل لنا فيديو خاص وتعريفي ونشوف مصدر المي هذه وشو فيها من حياة فطرية ونباتات. طيب الجزء الرابع من سلسلة صعود جبل كبكب مع فريق عشاق الشامخ والتخييم، برضو حيكون لقاء حصري مع الدكتور أحمد القشاش الغامدي ومرشد الهايكينج هتان وبعض الأعضاء. برضو حيكون في تكريم وغداء يستحقوا الفريق اللي صعد معنا والمشرفين على هذا الموضوع. حيكون برضو في نهاية الفيديو أسماء كل اللي شارك معنا في هذه الفعالية وإنجاح الفعالية، ومعلوماتهم وتواصل معهم حيكون في صندوق الوصف. بالنسبة للدكتور أحمد كتابه حيكون موجود في صندوق الوصف أماكن بيعه في الطائف وبالجرشي ومدينة جدة، وتواصل شخصيا مع عبد العزيز ابنه ورقم التواصل حيكون موجود في صندوق الوصف وممكن يظهر على الشاشة الآن، بحيث إذا حبيت أشتري كتاب النسخة مباشرة منه، علما أنه لو شريت النسخة من بالجرشي أو من الأستاذ عبد العزيز ابنه حيكون السعر أقل بكثير. هذه فقط للتنويه. استراحة في وسط المسار مع الحبايب فريق عشاق الشوامخ وبدون تسمية، يعني الكل ما شاء الله أبدع. الآن نجهز عدة الشاي واستراحة. طبعا أحد منابع المي لقناها في الطريق، شايفين؟ باردة. أنا كبير كنا سبحنا فيها بس صغيرة. طبعا نزل من فوق زي ما انتم شايفين هنا والعشب ومكملة تحت. شايفين كيف؟ تستحق. ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا ربي صل على النبي محمد. كيف نعبي مي من مجرى السيول اللي فيها عفن وفيها بكتيريا؟ لو لاحظنا هنا في تجمع مياه، طبعا يعتبر خطر غير صالح للشرب مباشرة إلا باستخدام الفلاتر أو باستخدام إشعال النار أو بأمور ثانية. طيب لنفترض أنه في إيش؟ المي ماشية، كيف نعبي المي؟ هيا جبت معي كوباية احترافية أو كيس، مش كيس، كوباية. شوف ركزوا معي حبايبي، شوفوا هان المي ماشية. إذا هذا منبع ماشي أقدر أعبي منه مي بطريقة احترافية، وعندي هنا نفس الشيء ماشي. لاحظوا بالطريقة هذه، شايفين؟ ابا سكر. بسم الله. هذه واحدة. بسم الله. طبعا ما بنعبي الثالثة. اللي يشرب مي من منابع رئيسية دائما بلاحظ انها باردة وبحسها عذبة، سبحان الله. لان هذا المنبع ما بظل طول السنة، فقط موسم الشتاء. كل ما كانت المنطقة صابها امطار كثير كل ما طول فترة اطول. وفي مناطق اخرى بكون النبع قوي زي نهر زي شلال، فذلك احنا نستغلها ونستمتع في الطبيعة. شلونك؟ كلمة. مرحبا. احكي لنا اول شيء، عرف بنفسك. اخوكم صديق حسين. حياك الله. جديد في عالم الترحال وصعود الجبال في الهايكينج. ما شاء الله. مع الرجال النشامى ونتعلم منهم حبه حبه ان شاء الله. حبيب قلب الله. انا استاذ. الله يعافيك ان شاء الله. شو رايك في المسار؟ مسار جميل والاجواء جميله كانت، والحمد لله تيسرت وكل حاجه تمام. يا ربي لك الحمد بوجودكم طبعا. الله يعطيك العافيه. طبعا ما شاء الله من اول مره ومعاه معدات احترافيه، مش 100% لكن هذا انجاز. بدايه خير. بدايه ما شاء الله. وان شاء الله تكونوا انتم برضو معنا المرات الجايه. تحياتي. طبعا الان مع الكوتش هتان حبيبنا وغالي علينا ويعرفنا بنفسه على طول. حبيبي هتان قلبي الله يعطيك العافيه. معك هتان اخوك هتان. الله الله. طبعا هتان ما فيها كلام، طبعا هصورها نحطها في المسجد هايكينج. والله يحييك انت وحبايبك ما شاء الله في اليوتيوب. الله يحفظك. طبعا هذه الديره ما يحتاج ما شاء الله في شباب كثير يتكلموا عنها. ما شاء الله. نتكلم على مكه تحديدا. نعم. في وادي رهجان. يا سلام. امتداد من علين النعمان، هذه كلها ديار هذيل.
هذيل نعم هذيل، وفيها من الجبال والتضاريس العجيبة. ترى هذا يعتبر واحد من أصل 10 أماكن سبحان الله. وأنا أوعدك نعم أوعدك بس إنك في اليمين هاي تطلع معي كم مكان كذا مستعدين في مكة مستعدين. وتحدي تحدي إن قالوا هذه في السعودية مو في مكة سمعين؟ يعني حرف نجيكم أماكن بكر الأيام هذه علما أن موسم الأمطار مش انتهى، آخر مطرة كانت تقريبا من أسبوعين ثلاثة أسبوعين ثلاثة أسابيع تقريبا، لكن ما شاء الله جانا خير. شو رأيك في كب كب؟ جميل جدا، بس احنا مشينا الربع هذا اللي تخيلوا القمة واللي شفتوه التصوير السابق هذا الربع. يعني احنا في اول منطقه منبسطه قبل الحال بمرحلتين او ثلاث. يعني قلت واحد اصدقائنا ايش يقول انت في الريسبشن تاع الفندق، الفندق من 30 دور احنا في الريسبشن. لكن ان شاء الله نعدكم باذن الله قريب برحلات جميلة. طبعا الاحترافيين لا يمتلكوا الا معدات احترافيه، طبعا كاسه تيتانيوم، الغاز الصغير هو 350 ملي داخل كاسه تيتانيوم. طبعا انا احنا كلمة صغيرة مع الدكتور مع نتة الحميض اللي اكلناها دائما مفيد قصدي مفيد جدا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله دكتورنا. الله يعطيك العافيه والشباب الله يعطيهم العافيه. خمش احكي لنا عن الحميض وعن تجربتك لزياره جبل كبكب. خمش ما شاء الله تبارك الله رحلة رائعة وموفقة ونحن الآن في ختامها ما شاء الله. ما خمش أعصف لك شعوري الرائع وامتناني بالركبة والمكان والعلوم والرجال اللي سمعناها منكم الحقيقة جميعا. الله يحفظك الله يحفظك يا رب. ومن مثل هذا يعني حقيقة تشد الرحال ونأتي من أماكن بعيدة لنلقى مثل هذه الوجوه الطيبة. الله يحفظك. وهذه الأفكار الرائعة والتعاون والإيثار الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل جعله في المسلمين جميعا. لاحظنا مع بعض الأخوان يعني ما شاء الله تبارك الله يعني فعلا إيثار. اللهم لك خدتم حمولته وخدتم عفشه وخدتم كذا وتعاوننا به، وهذا من الإيثار الحقيقي وهذه الرفقة الطيبة مثل هذه المسارات، مع أنه مسار يعني لا بأس في كثير من الصعود طيب الصعود، لكن الحمد لله تيسرت بفضل التعاون وفضل القيادة الجيدة قيادة أبو فهد الله يوفقه الله يحفظه وإرشادكم تعاونكم جميعا الله يحفظك. سؤال بسيط إجاني بطريقة غير مباشرة، كوننا زي ما حكيت لك دكتور إحنا في الزراعة في مكة المكرمة مع فريق لنا غرس التطوعي، النباتات بتنبت مدة أسبوع 10 أيام 15 يوم بتموت، سنة سنتين ثلاث ما تيجي أمطار، بعدين تيجي أمطار فجأة تطلع النباتات. أحتاج منك يا دكتور أو أستاذي دورة الحياة النباتات اللي هي اللي بتكون في الجبال بشكل عام وخاصة مكة المكرمة. نعم الأرض تحتضب الوضور يا سلام عليك، بعضها سنين طويلة طويلة جدا ما شاء الله تزيد عن 20 سنة 30 سنة ومحافظة على خصائصها الكاملة وبدون تأكلها النمل تبقى الجنين حي سبحان الله هي لمدة 20 سنة ثلاثين. وبعضهم بذور قد تجاوز 100 عام تحتفظ بخصائص الجينية سمعتوا 100 عام سلام. وبعض البذور حقيقة تنتقل مع الرياح أحد نعم الغبار ومع الرياح تنتقل البذور تحملها سبحان الله يعني من سنة من سنتين يعني حديث العهد بالمكان أول ما يجي المطر فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج سبحان الله يعني معنى تكون تراها قاحلة تراها ميتة سبحان الله إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت سبحان الله الأرض هامتت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج كذا الآية نعم. فالله عز وجل ما قال ما أرض ما فيها بذور ولا أحد سبحان الله تكون ميتة تكون جردة تكون فإذا أنزلنا عليها تحولت إلى مروج طيب يعني احنا نقصنا على المروج انه بس تتوالي الامطار سبحان الله تحول المروج ولو زادت الامطار ترجع سفانه تحولت الى سفانه بعد السفانه تحول الى غابات سبحان الله فقط وهكذا كانت اكيد قبل 7000 سنه تقريبا هكذا كانت بعد ما بدا يزحف الجليد ويتراجع الى الدوائر الشماليه تغير مناخ الجزيره العربيه فحصلت الهجرات الى شمال الجزيره والى اوروبا والى شرق الجزيره والى نعم. غربها سفانه شلالات او انهر واحات صحراء نعم فتصحرت الجزيرة العربية فكانت دافعة لكثير من البشر للخروج من هذه الجزيرة وكل سنة تقريبا منذ بدأ التصحر كل 1000 سنة يخرج مجموعات كبيرة من الجزيرة العربية ما شاء الله. سؤال بسيط إن شاء الله يكون إجابته عندك، الدورة النباتية للأعشاب اللي تطلع في الخطوط وفي المروج الصحراوية والجبال مكة ينبت ما أعرف هي 10 أيام شهر أفيدنا ما بين 3 أسابيع الدورات النباتية للنبات من أسبوعين إلى 3 أسابيع إلى 3 أشهر طبعا الدكتور الدكتور الحولية الحولية الآن الأستاذ حيوضح لنا الدورة عبارة عن إيش نبات نبات إزهار إزهار ثم تصوح وتموت إزهار ثمار سبحان الله بعضها دورة سريعة ها أيوه وبعضها
دورتها معتادة مثلا اللي دورتها شهر، لكن إذا نزل مطر مرة واحدة بسرعة ما عاد نزل مطر بسرعة تزهر وتثمر وتموت وتموت وتكسر مدة دورتها، ولا هي دورتها ممكن تمتد إلى 3 أشهر، لكن لو ما نزل المطر سبحان الله ما تفوت، طلع زهر طلع ثمار وتموت وهي صغيرة ما زالت صغيرة من أجل أن تترك لها أثر، أن تترك لها الله. جيل يعني قادم. الله عز وجل جعل حتى في النبات خصائص مثل الحيوانات أنها تحافظ على ذريتها سلالتها، لذلك زي ما حكى الدكتور ممكن تكون أسبوع ممكن تكون 3 أسابيع ممكن تكون أكثر، وهذا يرجع على موسم الأمطار. من عجائب النبات الفصل اللي فيه جفاف سبحان الله إذا تقل فيها الأمطار تزهر الأشجار بكثافة عالية سبحان الله، لماذا لأن تستشعر الخطر تعطي كمية زهار وكمية ثمار لكي لأنها تستشعر الخطر والفناء، فالمهم شيء قبل ما تموت تعطي تلقي بالبذور بالبذور اللي تعتبر جنينها جنينها سبحان الله، لكن فترة الخصب والأمطار تعطي زهر بكميات قليلة وقد لا تعطي زهر، تعطي تفرع وأغصان وأوراق في نهاية الموسم تعطي زهر لا قد لا تعطي كمان تطمئن لذلك بعض الناس اللي يزرع شجرة ويكثر عليها السقي لقد لا تنتج ما تنتج, ما تنتج. سبحان الله الله يجزاك الخير وبارك فيك وبارك في علمك إن شاء الله وممكن نستفيد إن شاء الله. الله يعطيك الصحة. المشي نزولا مع الفريق الحمد لله رب العالمين زي ما انتم شايفين كلهم احترافيين شوف 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 هذا دكتور طبعا الدكتور قال ايش اسمها يا دكتور ما يبغي انا لا ما يبغي انا هذه ها طعم الطماطم بقول لك طعم الطماطم اسمها النشبه الدكتور لذيذه هذه اللي لذيذه خذ البرتقاليه نعم شوف يا حبايبي بذورها صغيرة وقاسية تشبه بذور الطماطم شايفين يا حبايبي تشبه بذور الطماطم والله الفريق ترك المشي بلش ياكل ما صحتين وعافية شباب حميض على ظهيان البكا هذا البكا سبحان الله هذا البكا تشبه البيشم او البشام وليست مسواك دورات اذا دخلوا وادي البكا دخلوا باكين مهللين وقصد بكا هذا ذكر بكا ورد هنا هذا البكا هل ممكن اخذ تسميه من هذه اي اخذت بكا او من الجدي بكا ثدي امه انا عندي بحث في هذا الموضوع انما اخذ اسم بكا وادي البكا كما جاء في الكتب المقدسه اللي هو بكا اخذت من هذا الشجر ما شاء الله اخذت من هذه الشجره فان بكا لاحظتها اكثر بلاد الدنيا تنبت هذه الشجره سبحان الله الصراحة الأخيرة قبل الوصول إن شاء الله إلى نقطة البداية اللي كانت عن سوق المجاز مع الفريق استراحة وين جنب مصب مي شايفين بس ما نشرب منه زي ما حكينا إلا عند الضرورة بعد ما نستخدم إيش التقنية إما فلتر وإما تسخين ماء وإما مادة تبعنا الصيدلية مادة كلور حتظهر في الفيديو الصورة إن شاء الله طبعا حنشوف عقرب الماء حكى زي ما حكى الدكتور هذا هو عقرب الماء سؤال نمسكه بيدنا الدكتور قال غير مؤذي احاول امسكه بيدي غير سامه شايفين يا حبايبي عقرب الماء عقرب الماء صوب سبحان الخالق شوفوا سبحان الخالق وليس سام وليس سام ترى تطير هي والطيره إذا جف الماء هذا طارت تبحث سبحان الله غدير آخر أو تستنقع ماء آخر سبحان الله زي ما حكى الدكتور إنها ترجع تطير في حالة إنه إيش جف الماء إلى مصدر ماء آخر يعني تعتبر برمائية دكتور برمائية هي ما تعيش ما تلقاها في البر كذا في مياه لكن هوائية طبعا معلومة أولى من الدكتور هوائية مائية يعني مش برمائية هي تعيش في المياه جفت المياه تروح تطير مصدر ماء ثاني حتى أنا خاف يا أخوان هذا عادي حينزع اليوتيوب ما يهمك حتى هذا عقرب الماء برب بذل عليكم بسم الله عليكم والله بنج يا جماعة الخير بنج هذا وشايفين بنج هذه النبتة نعم تدق من هنا يا ابو تدق من هنا ايوه تدق منها وتحط على الجرح اروحها بنج والله يا اخوان بنج عربي طبيعي قول له ما تقول لي انا ليش شايفين كيف هذا البنج العربي كانوا يستخدموه اطباء العرب ياخذ الساق يقطع
حتى اذا ما فيه خذ الورق ما في مشكله. اذا ما كان فيه ياخذ الورق. الساق لونه احمر، الحلاء او اللحاء احمر ويدق، ثم يحط على الجروح. طبعا انا انصدمت من شميت ريحته والله يا اخوان. يا سبحان الله، شايفين جمال الطبيعه؟ خلكوا قاعدين في البيوت، خليكوا خليكوا من دوامكم لبيتكم لطبختكم لمطبخكم، امشوا اطلعوا في البريه شوفوا الدنيا كيف. هذا احنا لسه في طرف مكه المكرمه. بشرى ساره لك انت يا حسن. الله يحفظك يا رب. ولمتابعينك الغالي. الله يحفظك يا رب. ولمتابعينك. الله يحفظك. هذه من الدكتور احمد. تمام. تزوره في مزرعته في ملح. تم ان شاء الله. في المخواه. ان شاء الله. جميع النوادر في المملكه العربيه السعوديه موجوده عنده، وجميع النباتات سواء هدايا بيعطيك وللبيع من اراد، يعني جميع النوادر واي شجره تحصلها موجوده عنده. وهو القى لك انت، قال وكلم حسن ترى له زياره عندي مرحبا به ومن الله يرفع قدره. اذا ان شاء الله يا اخوان رحنا منطقته في المزرعه ان شاء الله حنتفرج على النباتات ونشرح عنها، ويكون فيديو تفصيلي علاجي علمي. نعم. استدلالا باخوان باجدادنا العرب كانوا يستدلوا بالطب العربي ونوادر النباتات. نعم. الله يجزيه الخير ويرفع قدره يا رب. نعم. شايفين يا اخوان الجمال؟ شايفين؟ شايفين هذا المكان وراي؟ شايفين؟ تنزلوا؟ يلا ها 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 الطبيعة الجميلة. ادخل في الخط. حبيبي نصور بالدرون، اسمي درون. نتجمع، خلينا نتجمع. طبعا هذه منطقة خطرة، نزلنا عند الدكتور أحمد. لماذا؟ لأنه هنا فيه هو أو هو نزل قوية خطرة بسبب السيل، لذلك ننزل على العش على الصخرة البرتقالية هذه اللي لونها حلو. السلام عليكم. الوردي. يا شباب الله يعطيك الحمد وصلنا خلاص. الحمد لله على السلامة. اعتبروا أسفل نستنى رجال صاحب الدرون الله يسعده. يلا اوكي بنتظره بنتظره. الله والله ان نجيزكم الاشرف. احنا غدانا شيخ. منو كلكم؟ سامحونا على التعب. لا والله. وان شاء الله ان اسعد المسابقه ومن اسعد ومن ايسر واستمتع عن متعه لا تبين. اي والله. اسبوعين على خير او اسبوعين كنا نفرح. هذا المكان أمن وأمان وخير ونعمة وبلد حرام، ونسأل الله أن الله يزيدنا من الخيرات والنفع الخاص والعام يا رب يا كريم. فرصة سعيدة حقيقة الالتقاء بكم ضيوف علينا، وأيضا بزملائي، وحنا كلنا واحد الحمد لله. يعني لا 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 كل واحد منا حقيقة يمثل الفريق، كل واحد منا كان له صوت وكان له رأي، وكل واحد له عمل ومساهمة وإسهام، وحنا مثل الجسد الواحد يا ربي لك الحمد. واحدنا يمثلنا كلنا، فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا هذه الرحلة اللي أنتم شفتموها وأنتم حكمتم عليها يعني. ويسعدنا حقيقة يعني الاستماع منكم لاحقا لو بس كلمتين ثلاث تعبيرا عما يعني حصل في اليومين هذه اللي قضيتموها معنا وتشرفنا بكم جميعا. ضيفنا حقيقة الدكتور عمر العمري يعتبر إضافة لنا جميعا، ويسعدنا حقيقة تكريمك في هذا المكان ما دام وصلت معنا وتعنيت. فأقبل منا بس شعار لو تتفضل هنا وتستلم منا ونتشرف بصورتك وبالوقوف معك، والله يجزاك بالخير ويحييك. يسعدنا والله اسمك يكون بين مجموعتنا. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. أولا سر لي الاجتماع بكم هذا اليوم، والله العظيم أنا عندي مقابلة هالليلة تلفزيونية، وإني حرصت على أني أحضر لما دعاني وقال لي إحنا في المكان الفلاني، فحرصت على أساس أجي أول شيء أسلم عليكم وأجتمع بكم، وبرضو في نفس الوقت أدعوكم. أنا من سكان مكة، أنا شايف يعني انا مثل رحله الشتاء والصيف في السكن، فارجو اول شيء ان تقبلوا الدعوه، هذا اولا. الامر الثاني فانا شاكر ومقدر، وابشروا باللي تبغون
في مجال العلم خذوا اللي تبغون. يعطيك العافية. يعني نسعد جميعا أن أبو فهد يمثلنا جميعا. إن شاء الله. الله يرضى عليك. فلا عطر بعد عروس بعد كلمة أبي سعيد دكتور ولو قبل ما بكاها بكيت صبابة أبي سلمى شفيت النفس قبل التندم. ولكن بكت صورتنا يا أبو. ولكن بكت قبلي فهيج البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدمي والفضل أيضا لكم إن حققتم القيد الغنيمة من 15 سنة وهذا سألنا أصحاب هذا الجبل العظيم. أحبكم جميعا معنا في الفريق وهذه الشهادة. على أشرف المرسلين. أما بعد فقد سعدنا بهذه الزيارة الميمونة العظيمة التي شمخت بنا كشموخ جبل كبكب حقيقة بوجود الطيبين والكرماء الأفاضل. تفضل. سلمت حبيبي. واسمح لنا بس نضع الشعار الله يحفظك. أكرمكم الله. يا رب صل على النبي وآله ما فض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا ربي صل. شوفكم خير وسلامة في جديد. أخوكم حسن جلاد محب الهايكنج والكامبينج الترحال والتخييم والمشي في الطبيعة. لا تنسونا من صالح دعاكم ونشر الفيديو لمن تحبون. السلام عليكم.